ملفات ملف التنمية المستدامة. وفي الأخير نسأل الله عز وجل دوام التوفيق لبلادي الغالية لتحقيق هذه الرؤية الكبيرة ولمصر الحبيبة، ودمتم على المحبة والخير، والسلام عليكم. وأعتذر منكم يا أخوان، ما عديت كلمة والله، متأخر قليل. العذر إذا كان هناك نقص أو شيء فالعذر من الله سنتم ولكن دكتور. بنشكر معالي الدكتور أمين المجلس العربي للأخوة الثورة لتعامل الدولة والعلاقات الدبلوماسية دكتور خالد نزيل، وبنرحب بضيف مصر أيضا دكتور صالح الأسود المستشار الاقتصادي من حليم.